حياة وجع في قلبي، من يمسح دموع الفتى الصغير؟ مباني المدينة بروعة مضاءة، والعامل فيها وردة صامدة. الشمس نوره والقمر دربه، أين هو منزل الفتى الصغير؟ ما من شباك وسادته الدولاب، لحافه الشفاق وليس من سرير. الشمس نوره والقمر دربه، أين هو منزل هذا الصغير؟ ما من شباك وسادته الدولاب، لحافه الشفاق وليس من سرير. لحافه الشفاق وليس من سرير. معاقبة المجرمين. أنت في أحسن حال. هذا لأنني أقوى. اعمل جيدا وأنا سأطلب من العجوز مندور أن يعطيك أجرا كبيرا. شكرا. معلمي. أخبرني ماذا تفعل هنا؟ السيد مندور، أشعر بالمرض هذه الأيام، لذا الأصلع الصغير هنا ليساعدني. عما تتحدث؟ ألست متآمرا في شراء فحم من النوعية السيئة على أنه فحم من النوعية الجيدة؟ وبفعلتكما هذه تجنيان الربح مع فارق السعر. قريبك هو من قرر ذلك، قال إننا نستطيع أن نوفر من الكلفة. وما وفرتماه ذهب إلى جيوبكما. اذهب وأخبر مندور أن يأتي إلى هنا. سيدي، المعلم غاضب، يريدك أن تذهب إلى غرفة الفرن في الحال، إنه هناك. آسف سيدي. ما تعال، لقد جرحت قدمي، يجب أن تدفع لي كتعويض. سأفعل، سأحضر المال الآن. ماذا حدث؟ السيد مندور جرح أصبع أحد الزبائن فضربه. إنه مختص بعناية القدمين، فكيف جرح أصبع زبون؟ لأنني قلت له أن